عن مقر العمادة. بطريقة سلمية تم فك الاعتصام بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. العملية استغرقت حوالي 3 ساعات، بدأت بانتشار وحدات التدخل من شرطة وحرس وطني خارج الكلية وداخلها، ولم تسجل أي صدمات بين القوات الأمنية والمعتصمين. شوف، قوات أمن داخلي ما تمشيش لاستعمال القوة بدون موجب. احنا نستنفذوا معناها الأساليب السلمية. ساعة مدة طويلة عطينا، خلينا المجال نتاع المنظمات الحقوقية اللي هي أكثر من 11000 وفيهم أكثر من 1500 معناها تم تأسيسهم بعد الثورة. معناها صبرنا على أولادنا، مالهم أهلنا أولادنا راهم تحب ولا تكره، سواء معناها يغزر على اليمين ولا على اليسار ولا عنده اتجاه معين، راهم أولادنا صبرنا عليهم، وهو اليوم ورانا اللي هما زاد يحبوا بلادهم خرجوا بلاش حتى مشكل. وقبل فك الاعتصام التقى هناك المساعد الأول لوكيل الجمهورية عماد العويني بعدد من المعتصمين الذين قدموا شروطا لفك الاعتصام رفضها عميد الكلية، ثم أدوا صلاة المغرب وسط حضور إعلامي وأمني مكثف. مشينا الوزارة اليوم على أساس تفاوضنا معهم، قلنا لهم يعني شوفونا حل وسط ومنفوت الفرصة على انتهازين. شو خرجنا باتفاق نهائي أنه نبدلوا مكان الاعتصام إلى خارج العمادة بجنب العمادة في مكان آخر، وقالوا الوزارة أنهم هما معناها يتكفلونا بالقضية إن شاء الله ويبتوا فيها ويحاولوا إن شاء الله يلقوا حل بإذن الله القضية متاعنا في ظرف 3 جمعات تضم ولا جمعتين. خارج الحرم الجامعي تجمع بعض الطلبة الذين قالوا أنهم ينتمون إلى اتحاد طلبة تونس ليندّدوا بتواجد الأمن داخل الحرم الجامعي. كانت حركة سريعا ما هدأت. إلى موضوعنا.